السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم بامتحان الصف التاسع الأساسي، وإن شاء الله تستفيدوا وتكملوا معنا هاي السلسلة. نزلنا طبعا سابقا جميع الاختبارات، باقي معنا الصف التاسع اللي حنقدمه إن شاء الله اليوم، ومعنا أيضا الصف السابع إن شاء الله راح يكون غدا متوفر. طبعا مثل ما عملنا مع اختبار الصف الحادي عشر، حنقسم لهذا الامتحان لعدة أجزاء. بعرف أنه بطول شوية في الفيديو وبفصله بشكل أكتر، لذلك بيغلبني شوية بالرفع، فأنا حقسم هذا لعدة أقسام. مثلا عندنا listening والspeaking والreading، هيكونوا في القسم الأول، الفوكاب واللانجوج مثلا في القسم الثاني، وهكذا. نبدأ معكم في القسم الأول listening. طبعا مثل ما تعلمنا انه في listening لازم اقرا هاي الجمل قبل ما الاستاذ يقرا الفقره المطلوبه منا، عشان اخذ نظره وتبع مع الاستاذ. طبعا ممكن انت اذا انت عارف معاني هاي الكلمات تكملهم في الجمل المطلوبه. wardrobe معناها خزانه، amazing مذهل، put up يعلق، مليون مليون، anywhere في اي مكان، please معناها من فضلك. مثلا عندنا في الجملة الأولى where would you like me to، فراغ the picture، مدام في picture تلقائي هيكون عندنا put up يعلق، يعلق الصورة. over there هناك من فضلك please، وهي موجودة عندنا بين two commas. between the window and the new، بين الويندو شباك والنيو wardrobe والخزانة الجديدة. it's amazing إنها رائعة. that we can go almost إنه بنقدر نذهب تقريبا anywhere إلى أي مكان in the world by plane today، بواسطة طيارة في هذه الأيام. آخر واحد قال له yes I've heard that over، over يعني أكثر من، a million people، أكثر من مليون شخص، are in the air at any time day or night، إنه بكونوا دائما في الطائرات في صباح، في الدي، في النهار أو في الليل. هيك بيكون سؤال listening تمام. بيكون عندنا السؤال الثاني عندنا speaking، ممكن يجيب لي dialogue لو حوار، ممكن يجيبه على شكل وصل مثل ما احنا شايفين عندنا. السؤال الأول how do I complete the landing card، مدام في landing card تلقائي هنا how معناها طبعا كيف، landing card بطاقة هبوط، حيكون في عندنا بيانات أول موجودة اللي هي بيانات في عندنا name و other details وباقي البيانات، فهذا تطلع رقم واحد. Number two. Here's your room, mother. هنا هي غرفتك أمي. إذا أنت مش عارف الإجابة، ارجع وكمل هذا التمرين، بعدين ترجع إلى النقطة الموجودة معك اللي أنت مش عارفها. فمثلا let's make a list. Let's make a list، كلمة let's هذا suggestion، اقتراح. ولعمل اقتراح نرد على الاقتراح ب good idea، فكرة جيدة. بتطلع هاي إجابة رقم ثلاثة، good idea. Next I'm getting thirsty. Thirsty means عطشان، عطشان بده يشرب. So I'd love some cold apple juice، جوس عصير. هيك بتطلع هاي رقم أربعة، وتلقائي بنرجع للجملة اللي احنا مش عارفينها. Here is your room, mother. It's comfortable and wonderful. I like it. بتطلع إجابة رقم 2 اللي هي مريحة ورائعة، حبيتها. I like it. هيك بنكون انتهينا من السبيكينج. بعد هيك في عنا قطعة reading passage، قطعة فهم، حيكون عنا قطعة قصيرة مثل ما احنا شايفين عنا، حيكون عنا عدة أقسام من الأسئلة. السؤال الأول القسم الأول حيكون عنا true false. مثلا our Asian ancestors often lived in cave، بقول أجدادنا القدماء دائما تعودوا أنهم يكونوا يعيشوا في caves، في كهوف. وهي الجملة موجودة السطر الثاني، our ancient ancestor often used cave، وهي الجملة نفس الجملة بتطلع الإجابة صحيحة. number two our ancestors tried to protect themselves from difficult climate، حاولوا يحموا أنفسهم من المناخ الصعب، حالات المناخ الصعبة. وهي الإجابة برضو صحيحة لأنه موجودة عندنا هنا، people found natural ways to protect themselves from difficult climate. طبعا كيف عرفنا أنها إجابة صحيحة؟ مكتوب هنا our ancestors ومكتوب هنا in the past اللي هو في الماضي، واللي هو ماضي our ancestors أجدادنا. next
Modern building is all what people need. اللي هو المباني الحديثة هي ما يحتاجها الناس وهي إجابة خاطئة لأنهم محتاجين مباني جديدة لكن محتاجين يكون فيها سيف and comfortable. إنه يكون فيه سيف يكون هابي يكون comfortable place to live in. هيك بنكون انتهينا من القسم الأول. نيجي على القسم الثاني. القسم الثاني موجود معنا complete the following sentences. عندنا عدة جمل وبدنا نكمل هاي الجمل من الفقرة. People used Farrar and Farrar place to live. دائما الناس حتستخدم safe and comfortable or comfortable. في عندنا هنا they need somewhere safe and comfortable to live. ممكن تلاقي هاي الإجابة safe, happy and comfortable place to live. Next. Our ancestors designed their houses to keep out bad. عشان يبعدوا. Keep out معناها يبعد أو يتجنب. مثلا bad weather طقس سيء. And wild animals والحيوانات المفترسة. وهذا موجود عندنا بس بالعكس اللي هو wild animals and bad weather. فدائما تبع في الفقرة وحتى تلاقي الإجابات إن شاء الله أمامك. الجزء الثالث اللي عندنا answer the following question. أجب على هاي الأسئلة. Why do people in the Middle East choose the white color from outside walls? دائما بفضلوا إنه جدران منازلهم من الخارج تكون بيضاء white color. وهذا السبب to protect themselves from the sun heat. عشان يحموا أنفسهم من حرارة الشمس. Where do most people usually move to live? To modern building. لازم دائما الناس تعودت أغلب الناس تعودت إنها تنتقل إلى مباني حديثة. وهي الإجابات موجودة عندنا برضو في الفقرة In the Middle East, dry Middle East, thick white walls. استخدموا ال white walls ليش؟ To protect people from the sun heat. من حرارة الشمس. والسؤال الثاني دائما must most people have moved to live in modern buildings. هذه إجابة السؤال الثاني. نرجع للفوكاب. في عندنا قسم للفوكابولري اللي هو المرادفات. في هذا القسم موجود عدة كلمات وراح نكمل هاي الكلمات في الأسئلة الموجودة عندنا. فمثلا سؤال الكلمة الأولى carpet سجادة certainly بالتأكيد hall صالة gentle لطيف empire اللي هو إمبراطورية bay يدفع captain اللي هي الكابتن. اتعود دائما ترجم الكلمات اللي انت عارفها حتى تسهل عليك وضعها في الفراغ المناسب. مثلا حسان سالم is the Farrar of my family's flight to Palestine. مين بيكون هذا حسن سالم؟ is the captain اللي هو كابتن قائد رحلة الطيران إلى عائلتي إلى فلسطين. فبتطلع الإجابة captain. Number two. Remember to warm up first. اعمل إحماء في البداية. Do افعل Farrar exercise. Exercise تمارين. هتكون الإجابة gentle exercise تمارين لطيفة. قبل الاسم دائما بيجي عنا صفة والصفة الموجودة عنا اللي هي gentle لطيف. Before you start playing. The Ottoman, Ottoman اللي هو العثمانيين, Empire, إمبراطورية العثمانية, reach across two continents, وصلت إلى قارتين, عبر قارتين. I have money, ما لدي المال, so I can فراغ for drinks, إني أدفع لهاي المشروبات. كلمة pay معناها يدفع, تعلق بmoney طبعا. The others have already arrived. باقي كلهم وصلوا. بما انه they are arrived they are in the hall. موجودين كلهم وين؟ في الصالة. صلاح الدين was for a great leader. صلاح الدين is a great leader ahead of his time. So he is certainly بالتأكيد a great leader. Next, we need to choose a new. نحتاج أن نختار فراغ جديدة. For the room للغرفة. طبعا هتكون الإجابة carpet. مثل ما تعلمنا إنه إذا مش عارف أي إجابة بتركها وبرجع إلها في نهاية هذا السؤال أو أنا براجع في الامتحان. It choose our match with the opposite. Very exciting. مشوق. The opposite is boring. اللي هي ممل. Modern حديث. The opposite is ancient. قديم. في عنا عدة مصطلحات اللي هي في تقريبا في نص بعض الوحدات. في عنا صناديق
وانت مطلوب منك توصل بين 5 كلمات او 4 كلمات مع مضادها، فهي بتراجعهم انه ممكن يجيب لك عليهم سؤال معين منهم. Next, complete the sentence with nouns and adjectives. بالنسبة للنون والادجكتيفز، ممكن يكون عندي سؤال مثل ما انت شايف، اكمل بنون او ادجكتيف، وممكن يكون عندي جدول اللي هو بجيب لي نونز اسماء وادجكتيف صفات، وانا اكمل الناقص. مثلا جاب لي سيفتي، تلقائي انا حكتب الادجكتيف اللي هو سيف. جاب ناتشرال، تلقائي حتكون النون نيتشر. جاب دينجر اسم، تلقائي حتكون الادجكتيف دينجرس، وهكذا. طبعا ممكن اعرف هاي الاسم متى استخدم اسم او صفه. الاسم ممكن يجي في محل السبجكت، ممكن يجي في محل الاوبجكت، ممكن يجي في بدايه الجمله او وسطها، ممكن يجي بعد الارتكل ذا، بيجي بعديهم ناون، ممكن مع الاوف قبلها بيجي ناون وبعديها ممكن بيجي ناون. لكن الصفه طبعا بتيجي كمان قبل اللهم صل على محمد، بتيجي بعد الصفه، بعد الصفه سوري ليس قبل الصفة. أما بالنسبة للصفات، تأتي الصفات قبل الاسم، تأتي الصفات بعد أفعال to be اللي هي am و is و are was were و be. ممكن كمان تيجي بعد أفعال الشعور اللي هم feel look seem sound etc. في عنا هنا the sun is، في عنا هنا is، فأنا هو حوصف الاسم، فمدام أوصف الاسم هستخدم اللي هي adjective هتطلع hot. أما في الثانية اللي هي you protect yourself from، هتحمي نفسك من، من إيش هتحمي نفسك؟ من الحرارة، وهنا هيكون إيش؟ اسم. next في عنا the، وبداية جملة هستخدم إيش؟ the sun، لأنه في بعدها فعل، هذا هيكون اسم. أما في الجملة الثانية في عندي اسم، فقبل الاسم بستعمل صفة sunny day، وهكذا. هيك بنكون انتهينا من الجزء الأول. الجزء الثاني إن شاء الله هيكون عن اللانجويج وهيكون عن الرايتنج. تابعنا وما تنسى تتابع الأجزاء تواليا. Have a nice time. Good luck.